ظريفه جدا، بناكله بره وبنقول ايه الحلاوه دي وعاملين ايه وحاطين ايه. انا هقول لك كل التركات والحاجات الظريفه اللي تطلعي بيها طاجن خطير. بصي انا معايا وراك مخليه من الفراخ، تمام؟ تقدروا طبعا تبصوا الرز المعمر ده نقدر نحط فيه حتت فراخ، وراك بالجلد والعظم، نص فرخه نحط فيه وراك زي ما انا هحط كده مخليه من الجلد والعظم براحتكم، اي كميه حاجات تحطوها بالعظم او من غير عظم او كده زي ما انتوا عايزين، حتى الحمام حتى البط كل ده بيبقى ظريف جدا. بس طبعا البط ضروري بنسويه الاول قبل ما نحطه مع الرز المعمر ويكمل تسويه معاه، فاهمين قصدي؟ ان البط طبعا بياخد وقت كبير قوي في التسويه. وكذلك برضو اللحمه، لو حته اللحمه بتاعتك محتاجه تتسلق الاول يبقى هنسلقها الاول على الاقل 3 ارباع تسويه، ونخلي الربع الاخير من التسويه مع طاجن الرز المعمر، فاهميني؟ لكن انا دلوقتي هستخدم اسهل حاجه وتستوي معانا على طول في نفس توقيت الرز، الفراخ المخليه من الجلد ومن العظم اوراك. هنحتاج معلقتين كبار من السمنه، ملح وفلفل، بصلايه كبيره مبشوره ناعم، معلقه كبيره من السبع بهارات، رشه من جوزه الطيب، معانا تقريبا 3 كوبايات كبار من الرز المصري، نص لتر من اللبن الحليب، وكوبايه كريم الطبخ، وقشطه يا قشطه بس كده. وخلاص كل الكلام اللذيذ ده هيتحط على البارد كده وهنظبط الدنيا على طول. انا معانا طاجن، الطاجن اللي معايا ده هحط اول حاجه فيه كده الرز اهو، هحط ملح وفلفل، ملح، هحط ملح كويس، ملح وفلفل كده، وهحط البصل المبشور، وهحط رشة من جوزة الطيب كده، وهنحط سمنة، سمنة دافية، معلقتين كده كبار من السمنة، ومعانا كريمة ولبن يكونوا دافيين. بس قبل ما احطهم عايزة اقلب الكلام الحلو ده مع بعضه الاول، عايزة اقلب الرز مع البصل والملح والفلفل ورشة جوزة الطيب والسمنة كده، علشان عايزة اتأكد ان الرز، بصوا انا حاسة ان الرز ناشف شوية، هزود له كمان شوية سمنة، معلقة كمان، علشان عايزة الرز ايه، حبات الرز تتغلف بالسمنة مع البصل والتوابل اللي احنا حاطينها اللي هي بسيطة جدا، ملح وفلفل ورشة من جوزة الطيب والسبع بهارات بس، ما بنحطش اي توابل تانية خالص كده في نفس الطاجن اهو كده، ونظبطه كده ونروقه. اللبن والكريمة لازم يكونوا دافيين، مش سخنين قوي ولا عادي كده بدرجة حرارة الجو، لا احنا عايزينهم يكونوا دافيين. قبل ما احطهم عايزة اجيب الفراخ الحلوة دي اتبلها برضو بالملح والفلفل كده، ملح وفلفل ورشة برضو كده من السبع بهارات بس، ونقلبها كده الناحية التانية، اوراك مخليه من الجلد ومن العظم، وبرده حط لها ملح فلفل ورشه من السبع بهارات كده، وناخد الفراخ الحلوه دي نحطها كده على الرز بالشكل ده، ومعانا اللبن الدافي كده، عايزين اللبن يغطي الرز، وبالمعلقه كده او بشوكه عايزين ايه نتاكد كده ان الدنيا تمام. بصوا الرز شرب كميه اللبن اللي احنا حطيناها ولسه عايز تاني، هنحط تاني اهو، وبرده كده ايه نوسع مكان للرز علشان ايه يتشرب من اللبن الدافي اللي احنا حطيناه كده بس. ونيجي بقى ايه على الوش، معانا معلقتين كبار كده من كريمة الطبخ، هتعمل دسامة وطعم تحفة، معانا برضو حتتين سمنة كده على الوش كده، هو بقى اسمه رز معمر، ما معلش سوري يعني لازم يبقى كده، وقشطة.
وفرن بقى سخن، ولا هنغطي الطاجن ولا اي حاجة، فرن سخن اعلى درجة حرارة 200 يعني، في الرف اللي في النص هياخد له تقريبا في حدود ربع ساعة 20 دقيقة بالكتير قوي 20 دقيقة. هتلاقي الرز استوى، اخد وش، الفراخ استوت، طاجن رز معمر ملوش حل، حتة السمنة والقشطة اللي احنا حطيناها وقبليهم كريمة الطبخ هتدي لون ووش حلو جدا للطاجن، وهتبقي بتاكلي احلى طاجن رز معمر. جربوه وقولولي ايه رأيكم، بألف هنا وشفا. استاذة سمورة جابت لكم الطاجن اللذيذ اهو، هنديله كده رشة ايه، بقدونس خفيفة كده اهو، خلاص بس كده خطير. هستنى رأيكم ان شاء الله يعجبكم. فاصل بسرعة، نحط الطاجن الحلو ده في الفرن ونجيب مقادير الفطير المشلتت، خليكم معانا.